طالبت الأمانة العامة لقوى 14 أدار المجتمع الدولي بحماية غزة عبر قرار يحذر إسرائيل من شن حرب هي بند في بازارات الانتخابات الداخلية الإسرائيلية وسياسات التجاذب الإقليمية، مؤكدة تضامنها مع الشعب الفلسطيني. وحذرت قوى 14 أدار في اجتماعها الأسبوعي من جري لبنان إلى حرب وفتح جبهة الجنوب مع اكتشاف صواريخ معدل الإطلاق من الجنوب. إن القرار 1701 يمثل المظلة الدولية لحماية لبنان، ومن الضرورة الالتزام بكامل مندرجاته. وفي بيان أصدرته أكدت الأمانة العامة موقفها الداعم لائتلاف المعارضة السورية، داعية الدولة اللبنانية إلى اعتباره الجهة الصالحة للتباحث في شأن العلاقات اللبنانية السورية. وتوقفت الأمانة العامة عند إعلان المحكمة الدولية انطلاق المحاكمات في 25 من أذار المقبل. 13170 دليل إثبات و557 شاهدا. إن هذه المعلومات تثبت أن الاتهام الموجه إلى 4 من كوادر حزب الله هو اتهام قانوني قضائي علمي، وتستدعي منه بالتالي تسليم المتهمين. واستغربت الأمانة العامة ما أسمته التشويه المتعمد الذي يتعاطى به بعضهم مع منطق المقاطعة الأذارية، لأن مقاطعة الجلسات النيابية التي تشارك فيها حكومة الارتهان والفساد والفشل كما وصفتها ليست إلا في سبيل إسقاط هذه الحكومة والإتيان بغيرها وفق الأصول الدستورية، وليس عبر القمصان الملتبسة الانتماء مرة جديدة.